بهدف تحديد الإيجابيات والتوجه لمعالجة السلبيات وفق الأسس والمبادئ والمعايير العسكرية الحديثة. يترأس المفتش العسكري العام لوزارة الدفاع لجان التفتيش التعليمي لمديرية الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع، وذلك لتنفيذ الخطة السنوية المعدة لعام 2022. يقع على هذه المديرية ومفاصلها واجبات ومهام عدة. حقيقة أشرفنا شخصيا على خطة التفتيش الخاصة بمديرية الإعلام والتوجيه المعنوي كتفتيش تعليمي لأسباب منطقية، بأنه تم تعديل الملاك وإضافة أقسام جديدة، ولكون نطمح بأن تكون هذه المديرية من المديريات التي تكون مثال ونموذج في مديريات المقر العام. طبعا اهتمامي شخصيا من مسألة تكاد تكون علمية، الإعلام هو علم بحد ذاته، والمعنويات هي مبدأ من مبادئ الحرب. دمج العلم مع هذا المبدئين في هذه المسألة في هذه المديرية هي مسألة حقيقة راح تلقي بمهمة كبيرة وواجبات كبيرة على عاتق مدير الصنف، وبالإضافة إلى مدراء الأقسام من الأخوة الضباط والأخوة المراتب والمدنيين. أنا أعتقد أن المديرية اليوم حقيقة واقفة في موقع مميز، هذا الموقع أهلها بأن تخوض حرب قد تكون من نوع آخر. المفتشية ستكون عون لهم، نحن نؤثر ونتأثر، ننقل الجيد ونشخص السلبي ونحاول أن نجد الحلول اللازمة على هذه المسألة. أعتقد المفتشين فريق العمل الآن الموجود يملك خبرة 20 مفتش ما لا يقل عن 400 إلى 500 عام إذا حسبنا مع عمرهم الرسمي في عملهم كضباط، وهذا طبعا تحسب لا تتوفر في أي دائرة أخرى. كذلك نملك مسألة مهمة وهو الاختصاص العام والاختصاص الدقيق، ونحن سنقف على معايير مهمة وهو موضوع الأداء الفردي والأداء العام لهذه المديرية. أهمية تفتيش هذه المديرية تأتي لأن اعتبرت أنه الإعلام العسكري والحربي هي أحدى أدوات الحرب، نقل كافة الفعاليات التدريبية والقتالية على أرض المعركة، فلهذا كان ملزم عليها أن تنقل هذه الفعاليات بالصورة والصوت وحسب وسائل الإعلام المرئية والسمعية. فكان على المفتشية العسكرية تطمئن أنه هذا الإعلام العسكري والحربي يتمكن من تنفيذ واجباته وفق الخطط المرسومة له. الحقيقة ما شاهدناه في المديرية يبشر بالفخر لوجود معدات وكذلك وجود أيدي عاملة يعملون بكفاءة جيدة جدا. أيضا الجانب القانوني أخذ مجرى في جانب عمل معه. الجانب الآخر اللي تم التركيز عليه هو جانب التدريب البدني للتأكد من كفاءة اللياقة البدنية لمنتسبين مديرية الإعلام. الحقيقة خلال جولتنا التفتيشية لاحظنا أن هناك تعاون واضح من قبل كافة المنتسبين مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي مع المفتشين العسكريين للاستفادة من خبراتهم المتيسرة. هناك اندفاع واضح من قبل كافة المنتسبين لغرض الخروج بالنتيجة ترضي مرجعهم وترضي مديريتهم
فيما يخص كفاءاتهم الفنية. قامت مفتشيتنا بإجراء التفتيش التعليمي لمديرية الإعلام والتوجيه المعنوي لوزارة الدفاع لغرض تقييم وتقويم العمل في المؤسسة العسكرية بهدف الوصول إلى المستويين الاستعداد القتالي والجاهزية. وبما يتعلق بصنف الهندسة الآلية الكهربائية وصنف التموين والنقل، تم تفتيش مستوى الإدامة الفنية للعجلات والأسلحة لغرض الارتقاء بمستوى المؤسسة العسكرية نحو الأفضل. حافلة بالإنجازات والقدرات العسكرية الحديثة يبذلها المفتش العسكري ولجان التفتيش في كافة الجوانب الإدارية والفنية والتدريبية، بما يسهم بتقديم المشورة العسكرية من معلمي الجيش العراقي. من جناح تدريب الإعلام، علي سامي، إعلام وزارة الدفاع.